إدرار اللبن أو الإكثار من حليب الأم. نعم، أولا تناول الجرجير كثيرا أو بشكل كبير مفيد جدا لزيادة اللبن الأم أو الحليب الأم. نعم، وأيضا تناول الحلبة مطحونة زائدا مكسرات بالعسل، يعني مكسرات مخلوطة مع العسل مفيد في هذه الحالة. نعم، إكثار من أكل السمك ومأكولات البحرية مفيد في هذه الحالة. تناول الحمص الكستاري، فول السوداني مفيد في هذه الحالة. نعم، نأتي بباذنجان، ويسلق باذنجان أي نعم، ونضعه في الماء ونضعه على النار ونضاف إليه سمن البقري، نعم زيت البقري أو سمن البقري، ويسخن يكون حار ويشرب، مفيد لزيادة حليب الأم. نعم، يعصر السلق، نبات سلق يعصر ويعجن بالنشا، ويعجن بالنشا، يصبح عجينة بالنشا، تضاف له النشا وتضعه على الثدين للأم لكي يزيد من إدرار اللبن. نعم، وأيضا تناول الخس مفيدة في هذه الحالة. يؤكل القلقاس باللحم الضان مع السلق مفيد في هذه الحالة. نعم، تناول الحب العزيز، إذا تناول نبات الحب العزيز مفيد لزيادة إدرار اللبن. نعم، وأيضا شرب اليانسون كالشاي مفيد في هذه الحالة، يانسون شربه كالشاي مفيد في هذه الحالة. نعم، يشرب مغلي الشبت أو السنود تسمى فنجانا صباحا وفنجانا مساء مفيد لإدرار اللبن. نعم، مغلي مدر المخزني مفيد لهذه الحالة. ونعم، تناول الفجل يزيد من لبن الأم، يعني إدرار لبن الأم. نعم، كما يمكن استخدام الحرمل والكمون ومستحلب القراص واستخدام الترنجان، هذه الأعشاب يزيد من إدرار اللبن الحليب الأم. أما لوقف إفراز الحليب تستخدم الشوفان، وذلك أن تضع الشوفان فوق الثدي، تضعه على الثدي، فهو يؤدي إلى تقليل من حليب الأم أو إدرار، يقلل إدرار الحليب الأم ويوقفها إذا أردت هذا. نعم، وهكذا شرحت لكم الأعشاب الذي يزيد من الإدرار اللبن الأم بشكل مختصر مفيد، وسوف نشرح الحالات وأمراض أخرى في فيديوهات التالية أو القادمة إن شاء الله. وشكرا لكم.